اهلا بكم الناس الكل كالعادة، معكم ياسين اللوز. اليوم كما وعدناكم باش نعملوا الفول ريفيو لسامسونج جالاكسي ام 30. دونك كالعادة نبداو بالكويك انبوكسينغ التليفون نتاعنا. هنا ندخل باكي نخلط التليفون نتاعنا نرجعو له بعد بويسك اللون نتاعنا هوني البلاك. دونك نلقاو الشارجور والكابل نتاعنا بلاك، ونلقاو كيشي الشارجور فاست شارجين 15 وات، ومعاه بيان سور كابل تيب يو اس بي سي. هوني الترومبون تحط بيه لي دوسي نتاعك وكارت ميموار. دونك هذا هو التليفون نتاعنا. نحل نحيو البلاستيكات نتاعنا كالعادة. نبداو بأول حاجة الديزاين. هوني تليفون لاحظوا انه يشبه ياسر السامسونج جالاكسي A50، جوست عندنا فازة هوني نتاع الكاميرا، كانت لاحظوا الكاميرا الوسطانية عندها ديزاين سبيسيال. وكيما نراو التليفون قطعة واحدة مصنوع من البلاستيك، مفماش كونتور وحده وأريير وحده. وباش يضيفوا اللمسة المزيانة خلاو اللون اللي فيه ديغراداسيون، كيما نشوفوا البلاك يتغير من الفاتح للغامق. وحاجة سمحة انه ما يلقطش لومبخانت نتاعك، البصمات نتاعك على الأريير نتاع التليفون. دونك مشتق ضرب ضربتين كيما هوني مثلا سامسونج جالاكسي A30 باغ اكزومبل، يلقط برشا ضرب ضربتين تقعد تمسح في الأريير باش يرجع يلمع كالعادة. وبلاصة لومبخانت كيما عودونا هي لمحلة عالية شوية، كان ماذا بيا كانت أقل علو من هكا، مي مسالش. حاصيلو الديزاين هوني مش واو واو، مي تحفون ومزيان في يدك. اللي مزين الديزاين هو ليكرون هوني مزيان على الاخر، وياخذ بريسك 25% من الفاصه القدميه نتاع التليفون اللي هي 6.4 بوص سوبر اموليد فول اتش دي بلس بريزوليسيون 1080x2340 بيكسل افيك 403 بي بي اي. نفس ليكرون تاع سامسونج جالاكسي A30 اللي ما عندي منقول عليه، كان طاير الوان مشبعه وتملى عينك، برايتنس تحفونه زاده. والنوتش هوني مسميتها سامسونج انفينيتي يو ديسبلي اللي تنجم تنحيها النوتش من البارامتر افيشاج ابليكاسيون اون بلان ديكران، وتكليكي على الماسكي زون افيشاج ابغي فوتو، وهكا تولي ما عادش عندك نوتش. بالنسبه للبرفورمانس التليفون هذا، البرفورمانس نتاعو يشبه ياسر سامسونج جالاكسي M20 وسامسونج جالاكسي A30، بيسك عندهم نفس البروسيسور اكزينو 7904 14 نانومتر، اوكتا كور 2x1.8 جيجاهرتز اي 6x1.6 جيجاهرتز، مع معالج رسومات ماي لي جي 71 ام بي 2، وزيد 4 جيجا درام افيك 64 ستوكاج كيما في سامسونج جالاكسي A50، وفما فيرسيون اخرى 6 جيجا درام افيك 128 ستوكاج. كيما نراو في التيست كيك بنش عطا بريسك نفس لي ريزولتا. هوني في سامسونج جالاكسي M30 في سينجل كور سكور 1330، وفي الملتي كور سكور 4210، وفي سامسونج جالاكسي A30 في سينجل سكور 1321، وفي ملتي كور 3985. حاسيو الاستعمال يومي ماكش باش تلقى حتى مشكله مع لي زابليكاسيون تاع السوشيال ميديا. بالنسبه للجيمنج يعدي روحه سبا، يتسمى اكثر دقه الاسفلت ناف يخدمها لك في الميديم 28 اف بي اس، بابجي كيف كيف في الميديم 24 اف بي اس، الفري فاير عاد من غير ما نحكيو يخدمها من ديكلا. الريزومي كانك انت مهتم برشا بالجيمنج وحياتك كان شي العاب، تنجم تلقى تليفون اخرى خير من سامسونج جالاكسي ام 30 في الجيمنج في زون دو بري هذه. ما كان تحب تلعب من غير ما تقعد تخام على الباتري ولا تمشي القهوه، اول حاجه تراها هي البريز، لازم فما بريز باش تشارجي تليفوني، ولا لازمك تشري باور بانك. مع سامسونج جالاكسي ام 30 انساها الحكايه هذه، على خاطر الباتري نتاع سامسونج جالاكسي ام 30 5000 ملي امبير، معناتها ماكش باش تلقى معاها حتى مشكله، انت تتعب والباتري ما توفاش. اكثر دقه 11 ساعه استعملها معايا مقارنة ب 8 سوية ونص في السامسونج جالاكسي A30. تفرجت على فيديو يوتيوب فول اتش دي لمدة 40 دقيقة، جوست طاح 3%، وفي اللعب كيف كيف بابجي لمدة 30 دقيقة جوست 4% طاح، معناتها فريمون توب. زاد كيف كيف الباتري نتاعو، الباتري هي تتشارج من 0 ل 100% في 2 ساعات، على خاطر هوني عندنا الفاست شارجينغ 15 واط فيا يو اس بي سي. نتاع ديتو الكاميرات نتاع سامسونج جالاكسي ام 30 كيما لاحظوا هوني عندنا نفس الكاميرات اللي موجودين في سامسونج جالاكسي A50، مي هوني ريزولوسيون اقل شويه من سامسونج جالاكسي A50. الكاميرا الاولى 13 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f1.9، والكاميرا الثانيه 5 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.2 الترا وايد ستيل جو برو، والكاميرا الثالثه 5 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.2 زاد كيف كيف للي بورتري اللي باش تعمل لك ليفي دو فلو. حاصيلو تصاوب بالكاميرا الاولى والثانيه كيما في السامسونج جالاكسي M20 وسامسونج جالاكسي A20، بريسك الوان وديناميك رينج ومتحكم فيه وتعطي في ريزولتا مرضيه، وعندك تصوير الالترا وايد 123 دغري اوبسيون تحفونه برشا، تصوير ستيل جو برو يعطي دي ريزولتا سمحه في البيرفكت لايت، وفي اللو لايت فيها نويز وما فيهاش برشا ديتاي. بالنسبه للكاميرا الثالثه هي تعمل لك العزل بين الشخص ولا رير بلون،
باش تعطيك الافي دو فلو وساعات تغلط اللي هي حاجه عاديه. وبالنسبه للفيديو الكاليتي مزيانه مي من غير ستابيليزاسيون. بالنسبه للفيديو ريدمي نوت 7 عجبني خير على خاطر ريدمي نوت 7 يوصل 60 وال 120 ايماج بار سكوند, وفي سامسونج جالاكسي ام 30 حد 30 ايماج بار سكوند, وعنده ستابيليزاسيون الكترونيك ايماج ستابيليزيشن في ريدمي نوت 7. مي كيما قلنا كيما حكينا السامسونج جالاكسي ام 30 ما فيهش ستابيليزاسيون. الخلاصه تاع الكاميرا هذو كيبدا الضوء موجود في البيرفكت لايت تخرج لك تصور مزيانين, ما عندي مقول عليهم الحق في الزون دو بري هذي. في اللو لايت سيتويشن مش تكثر شويه النويز ومش يقل الديتاي تولي تصور ممسوحه شويه. نتعدي الكاميرا السيلفي واللي هي 16 ميجا بكسل افيك اون فيكتور اف 2.0 كيف كيف كان تقييمي ليها رائع, كيتشبه ياسر الكاميرا السيلفي اللي موجوده في السامسونج جالكسي ا 50 والا 30 اكسيتيرا. تخرج تصور مزيان برشا في الزون دو بريمتي ظهر لي احسن شوا, الوان حيه وفيف ومشبعه وكونتراست وديناميك رينج معدل. التليفون فيه البلوتوث 5 مع نجم كونيكت على دو بيريفيريك بلوتوث ان ميم طون, وتنجم تحل التليفون هذا يا باللومبران ديجيتال واللي هي سريعه ماهيش سريعه سريعه مش في سرعه الهواوي اللي كريك 9 2019 ولا النوفا ولا حاجه كيما هكا, مي سريعه باهيه مي مش تلقى معها مشاكل اللومبران ديجيتال, والا تحل التليفون بالريكونسونس فاسيال باستخدام الكاميرا السيلفي بطبيعه ماهيش سيكوريزي بارابور اللومبران ديجيتال. دونك السامسونج جالكسي ام 30 يتميز بالكرون ياسر مزيانه والبطارية الكبيره بالفاست شارجينغ فيها يو اس بي سي والسوفتوير المزيان الوان يو اي والكاميرا الثانيه الالترا وايد كاميرا. بالنسبه للكاميرات الاخرين والديزاين اوكي وبالبرفورمانس واللي فيديو تنجم تلقى ما خير. التليفون هذا خرج لو 27 فيفري في انديا بزوز الوان البلاك والبلو كيما هكا بالديغراديسيون في الديغراديسيون كيما حكينا على غالب نجم نجيبوه كي نشتو. وهذا كون وصلنا لاخر الفيديو, ما تنساوش تدعموني تعملوا لايك وسبسكرايب وكي تحاولوا تدعموني اكثر تعملوا شير الفيديو هذا مع اصحابكم. نبقى كي نقولكم ما تنساوش تتابعونا على فيسبوك وانستغرام اوكي لي ليان في ديسكريبسيون دوتا. Et à bientôt.